الاسنان اللي احنا احيانا كتير جدا كنا بنتكلم مع دكتور اسنان بنقول يعني تكنيشن بي فلان بي، يعني احنا نقدر قيمتهم وهم قد ايه بيحتاجوا مكانه كويسه جدا خلال مدرستنا للمعنى، واحنا ما نقدرش نشتغل بدونهم. قيس على ذلك كل المهن، مفيش طبيب يصل لتشخيص محدد دون الاستعانة بأستاذ أشعة حليب وخلافه، مش هقدر إن أنا أعد التخصصات اللي هي موجودة، لكن كلهم أجمعين أساسيين في إعطاء الخدمة الصحية وعليهم تجاه المريض، يعني انتوا عليك تجاه المريض نفس الواجبات والالتزامات والارتباطات اللي هي موجوده على الطبيب، فبالتالي الخدمه الطبيه بتقدم من فريق وليس شخص، انتوا اساسيين في هذا الفريق، فبالتالي ده ترجمه للجمله على الرئيس قالها لكم الفوزي لما قال لكم انتوا الكليه مرموقه،